التي تطرأ على الأسرة والضرورات الاجتماعية والأخلاقية التي تستلزم حلاً يجلب مصلحة ويرفع مفسدة، وأن يعكس الثقافة والقيم الاجتماعية السائدة، وإلا سيكون عرضة للتحايل والتجاوز وعدم التطبيق. كما وأن أصحاب الخبرة والاختصاص والسماحة من دائرة قاضي القضاء ودائرة الإفتاء العام الذين يتعاملون مع بنود قانون الأحوال الشخصية عامة والبنود المعرضة للتغيير، وهي الفقرة باء من المادة العاشرة الخاصة بالاستثناء في تحديد سن الزواج، والمادة 279 الفصل الخامس الخاصة بالقضاء بالوصية الواجبة، يرون أن التعديل لن يخدم مصالح المواطنين ولن يستطيع التعامل بكفاءة مع الظروف الاجتماعية والحالات التي تصل لمحاكم القضاء الشرعي ومراكز الإصلاح الأسري في جميع أنحاء المملكة. وعليه يجب الأخذ برأي أصحاب التخصص والخبرة في مواقعهم، لأنهم الأمناء على مصالح البلاد. بداية أوجه تحية لسماحة قاضي القضاء على هذه الوقفة، فإننا لازلنا في خير، أردن الخير، بلد الخير، بلد المعطاء، بلد الشريعة الإسلامية، بلد القوانين السمائية، بل قوانين الأرضية. نعم لقانون السماء، لا لقوانين الأرض. وإن نظرتم وجدتهم أقلاء، إنما هم أقلاء، وإنما الكثرة الخير في وفي أمتي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة. أنا امرأة أردنية، صونيا الرمحي، باحثة في قضايا وشؤون المرأة، محامية متدربة شرعية. الصحيح أنا حابة أعلق على التعديلات أو التغييرات التي تطالب فيها منظمات في المجتمع كما تقول عن نفسها. الجزء الأول اللي حابة أحكي اللي هو التعديل على رفع سن الاستثناء اللي أقرته دائرة قاضي القضاء. المادة 10 بتقول في نصها بما معناه أنه لا يحق الزواج إلا لمن أكمل 18 سنة شمسية ذكورا وإناثا، إلا أن دائرة قاضي القضاء الله يجزيها الخير مشكورة تلبي واقع المجتمع، فجعلت هناك استثناء في الفقرة باء من نفس المادة اللي بتقول أنه لمن أكمل 15 يحق له الزواج ضمن إجراءات وتعليمات وضعتها دائرة قاضي القضاء للحد من حتى هذا الاستثناء، ولكن هذا الاستثناء وجد ليلبي هذا الواقع. ونحن نعلم أن دائرة قاضي القضاء هي الجهة المخولة في البت في هيك قضايا، لأنها هي المسؤولة عن كل قضايا أو قانون الأحوال الشخصية بشكل عام. لذلك نحن نؤيد ما قامت به دائرة قاضي القضاء، ونؤيد عدم رفع سن الزواج أو الاستثناء للزواج، لأنه يحاكي واقعا عمليا في مجتمعنا. بالنسبة لرفع سن الزواج الذي يدور الحديث حوله وتحاول جهات كثيرة الضغط على رفعه، نقول أن سن الزواج وزواج الصغيرات ممن هن أقل من 18 عاما هو قانون ليس في الأردن وحدها وليس في البلاد العربية والإسلامية وحدها. فلو جئنا إلى بعض الولايات الأمريكية نجد أن قوانينها تسمح بزواج الصغيرات. كذلك دولة العدو الصهيوني يسمحون بزواج 13 سنة و 14 سنة. طب أين هذه المنظمات من هذه الدول وهذه الولايات؟ أمر آخر، أمهاتنا وجداتنا كم كان أعمارهن عندما تزوجن وقد ربينا جيلا مميزا في العلم والخلق وفي كل شيء، وهل عابهم ذلك؟ أمر آخر، الله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. رجعت في ذاكرتي إلى عام 1924 حين قضى الرجل الصنم مصطفى كمال أتاتورك على حلم الأمة بأن تحكم باسم دينها وكتاب ربها جل في علاه. يومها أعلن الجمهورية التركية علمانية، وقضى على الإسلام السياسي، وقضى على الإسلام الاقتصادي، وقضى على الإسلام الاجتماعي، لكنه عندما أراد أن يمس الحياة الاجتماعية للناس
أراد أن يمس الزواج والطلاق والأسرة، حذره من حوله وقالوا له إياك أن تمس أحوال الناس الشخصية، إياك، اترك الناس يتزوجون كما يريدون ويطلقون كما يريدون ويعيشون في أسرهم كما يريدون. فاستجاب لهم، استجاب مصطفى كمال أتاتورك، فأصبحت كل القوانين، قوانين العقوبات وقوانين الحياة المدنية كلها خاضعة للعلمانية إلا قانون الأحوال الشخصية، نجا وظل يحكم بالمذاهب الفقهية الإسلامية المعروفة. وإني لأرى اليوم وبعد 90 سنة أن هذا المارد الشيطان الذي انكبت في نفس مصطفى أتاتورك ينطلق اليوم باسم السيداو مرة، باسم الأمم المتحدة مرة، باسم هيومن رايتس ووتش مرة. نحن نرفض كل مطالب هذه الجمعيات المشبوهة، لأن نستمد شرائعنا ونستمد كلامنا من كلام الله سبحانه وتعالى. هذه الدولة الأردنية دينها الإسلام، فكيف نخالف كلام الله رب العالمين؟ في اليوم مطلوب منا تعديل قانون الزواج، وغدا قانون الإرث، وبعد غد للذكر مثل حظ الأنثيين، والوصية الواجبة، وسن الزواج في حين يباح للمرأة بناء على اتفاقية سيداو اللي أقرها هذا المجلس قبل 10 سنوات. اتفاقية سيداو حرية المرأة أو الشاب أو الفتاة في علاقاتها الجنسية كما هي في علاقاتها بالنسبة للطعام والشراب.